هلو، اهلا بيكم في قناتي. الفيديو النهارده تكمله خروجه الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات رحنا الدونت، اللي ما شافش الفيديو يشوفه بعد الفيديو ده. بعد ما خلصنا الدونت رحنا مطعم جنبها على طول، كلت اكتر نودلز حراقه في حياتي. يلا بينا نشوف المطعم. المطعم بيبعد خطوتين بالظبط من اللايل سكوير اللي احنا كنا فيها. انا اول مره اجرب المطعم ده واول مره اروحه، فهقول لكم تجربتي كاملة فيه. هو زي ما انتم شايفين كده، هي دي القعدة بتاعته، يعني دي القعدة بس اللي موجودة. هما 3 كراسي بره، هو على الشارع على طول على كورنيش المعادي، ودي الصوصات اللي موجودة. اختار اكل ونشوف هناكل ايه. وهما يعني بيقولوا لنا احسن ان احنا نجرب الصوص قبل ما يحطوها على الاكل، لان يعني هم عندهم انواع صوص كتير، فعايزين نجربها عشان الصوص هتاخد طعم الاكل، فعشان يعني نعرف ايه اكتر صوص احنا حبينا او اكتر طعم احنا حابينه. خليكم معايا عشان نشوف الاكل عندهم عامل ازاي. يلا بينا. احنا اهو قاعدين مستنيين الاكل يجي. طبعا احنا دخلنا للشارع، يعني احنا ورانا عربيات، لو تشوفوا ورانا عربيات اهو، فمش عارفه يعني مش احسن حاجه، بس احنا مستنيين لحد ما يعمل اكل، علشان هو الميزه ان انتوا بتبقوا قاعدين تتفرجوا عليه وهو بيعمل اكل، فهصور لكم الاكل وهو بيتعمل، وهقول لكم في الاخر بعد ما نجرب رايي في الاكل. للناس اللي بتتلخبط، ده اسمه مستر ووك مش ووكن ووك، لان واحد في المعادي في شارع 9 اسمه ووكن ووك، فده اسمه مستر ووك. يعني هتلاقوا المينيو بتاعته، ممكن تلاقوها في اي حاجه اللي هي المينيوز، الحاجات اللي فيها مينيوز دي هتلاقوا المينيو بتاعته في اي حاجه، يعني من المواقع اللي بتوصل اكل او كده. مكانه فين؟ مكانه في كورنيش المعادي، جنب المكان اللي احنا كنا فيه نايل سكوير، اللي ركبنا من عنده الدونات. يعني احنا خدناها مشي، لان طبعا هنا ما فيش باركن، عكس الاتجاه. يعني احنا ركننا في نايل سكوير مكان الدونات لما ركبناها، ومشينا شويه حاجه بسيطه على رجلينا وجينا هنا. احنا دلوقتي يعني احنا قاعده بره في المكان اللي انا وريته لكم، وقاعدين بنتفرج عليه وهو بيعمل الاكل. طبعا الموضوع جامد جدا، يعني النار بقى والحاجات دي تبقى شكلها ظريف. دي نودلز بالشريم، فيجيتابل نودلز بالشريم، وتقريبا في فيجيتابل نودلز بس من غير حاجه، ويعني طلبنا كذا حاجه مختلفه. النودلز اهي وصلت، هنجربها. انا بحاول، يعني انا البتاعه دي بحاول ان انا اكل بيها، بس هحاول برضو. المهم نجحت شويه. لا حلوه، جوسي، حلوه صح، جوسي كده وحلوه اهي شكلها. انا عايزه اجيب لكم شكلها اهي. هو طبعا اسعاره مش رخيصة يعني، وغالي شوية يعني الفيجيتابل نودلز. يعني هو لا مش غالي قوي، يعني حاجة بسيطة، يعني الفيجيتابل نودلز ب50 جنيه، فاتس اوكي، يعني مش حاجة مبالغ فيها. يعني دي انتوا تقدروا تشوفوا كل اسعاره يعني على المنيو، بس انا طالبها سبايسي قوي. هو المشكلة ان النودلز حرقة قوي، انا اللي عملت في نفسي كده وطلبت اكل سبايسي قوي، ف بحاول بجد بحاول. مجملا الاكل طعمه حلو صح يا اسطى؟ الاكل حلو قوي، بس ما تعملوش زيي وتطلبوا الاكل سبايسي قوي، لان انا فعلا يعني بموت. زادرة انا بموت. ده سبايسي كمان لو عايزه. لا ده كفاية، انا مش قادرة، مش عارفة اكل اصلا. يعني بيقولوا لي حطي صوص سبايسي تاني لو عايزة. حرام عليكم، انتوا ليه بتعملوا فيها كده؟ انتوا عايزين تخلصوا مني ولا ايه؟ الصوص اللي ده في ده اللي هو الصوص الفظيع ده يعني
سبايسي جدا. اسمه سيراتشا صوص. يعني حاجة صعبة يعني. اليوم النهاردة كان يعني الأماكن اللي روحناها حلوة صح؟ جدا. انا بنبسط قوي لما بنروح لسه يعني مكان اول مرة بنروحه ويطلع حلو او يعني يعجبنا وكده. انا قربت اخلص. بصي تحدي النودلز السبايسي يعني بجد. لا ده حاجه مش طبيعيه, حاجه سبايسي يعني. طلبتي منه يعمل لك سبايسي؟ لا سبايسي. لا ده انا بصي جربي, ده انت جربي ده حبيبي هتموتي. لما دوت الصوص ما كانش سبايسي يعني, السبايسي الفظيع يعني. لا لا هو صوص فظيع, صوص حراق حراق. انا تقريبا خلصت اهو, بس في شويه خضار في الاخر فهسيبهم بصراحه مش قادره. كمان طلبت سبرينج رولز بالخضار وبيجي معها الصوص ده, صوص سبايسي على سويت شويه. السبرينج رولز عجبتني قوي, هي كريسبي مقرمشه وكمان جوسي. بس ده كان فيديو النهاردة ريفيو عن مطعم The Wok Chinese. أشوفكوا الفيديو جاي على خير. باي باي.